أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. اليوم العالمي للصحة لصادف يوم 7 أفريل، اليوم العربي لليتيم، نتوقفوا فيه. هو الرائد الشهيد عمر إدريس. عمو يزيد لكم أغنية مفاجأة نقول فيها صحتي أغلى أهداني المولى. صحتي أغلى أهداني المولى. صحتي أغلى أهداني المولى. من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. وانتم كذلك إذا راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما أصدقائنا هادو معكم، إلا توجهوا الإنترنت عمويزيد.com وترسلونا عبر الزرار آراء وملاحظات. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. أغسل أسناني قبل وقت النوم، فأبي قد وصاني وكذا وصتني أمي. صحتي أغلى أهداني المولى. صحتي أغلى أهداني المولى. من أرزاقي ومالي تبقى لي الأولى. من أرزاقي ومالي عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. تعالوا هلموا إلينا الضف مع عمو يزيد.